السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين عليكم؟ والله في ناس دحين يسألون السماد الأفضل، السماد الأفضل دحين على أيام هذه، يعني دحين إذا جاء الوقت ذا قال أين السماد الأفضل؟ بيحطون يعني للنخل مثلا. والله أنا أشوف إن السماد الأفضل يوم تقص القنو، خلاص أجداد قصيت كل شيء، هذا يبدأ السماد الأفضل. نعم، الحين انت ما مثل ما حطيت شيء ولا سويت شيء، بس سقيت مويه وتيجي في اخر ذا تقول السماد الافضل فين مثلا، هذا ما ادري فيها فائده ولا ما فيها فائده، بس ما ادري. بس انا على حسب خبرتي وشغلي في النقل، انا من يوم اقص خلاص الجداد ابدا احط عضوي، احط دجاج، احط كذا، واحط اليوريو يعني على دق على مرتين مع الجداد للنخل، واحط اليوم يفقع البار هذا اليوريو احطه، بعدين عاد ادور السماد الافضل لتكبير الحبه. نعم، في سمادات كثيره. نعم، يعطيكم العافيه، السلام عليكم. يا اخي الفاضل، السلام عليكم. اذا انت ما سويت في البدايه شيء يقوي النخله، بعدين ايش يعطيك انتاج طيب؟ دحين اذا انك اعطيت بس مويه وحاجات بسيطه، والله لا اعتقد انك تستفيد من تكبير الحبه. نعم، والله تضيع فلوس حرام، لان المركب اللي بتحطه 25 كيلو اقل شيء 100 ريال، اقل شيء 100 ريال 25 كيلو. كم نخله تبي تحط لها كيلوين مثلا؟ كم يستغرق؟ يعني الكيس يكفي 12 نخله مثلا، وعندك مثلا 500، كم يكفي؟ مبلغ ما هو بسيط. ايه هذا ضياع. اذا انا كنت ما ادري عن شغلك، اذا انا كنت اشتغلت من البدايه معك، المفروض انك يوم سربنت حطيت دفعه، ويوم تصير الحبه كبر حبه الزيتون اعطيت الدفعه الثانيه، كذا تستفيد، يعني تستفيد باذن الله. بس ما ادري، الله كريم. سلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله عليك ابو محمد. نعم، هذا الكلام الطيب. نعم، احسنت احسنت، وبيض الله وجهك. اي هذا الكلام اللي صحيح، اللي يبغى مزرعة يبغى انتاج. واقول لك حاجة كمان، وهي تتركب كمان على الموية الارضية، ما في مشكلة ارضية، ما في مشكلة كثرة الموية. اذا اعطيت النخلة اعطيتها مويه زياده، خلاص يصير خصبه في الارض في التربه عادي، ما عندك مشكله، وتركب كمان على مويه. نعم، سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ ما يحتاج والله مهندس منصور، ما يحتاج، انت ما يحتاج، احنا نستفيد منك والله، ما يحتاج. اي والله، والله انا اجي احيانا مزارع، يعني ها ألقاه يقول لي كذا واللي يقول لي كذا، أخلي الناس على راحتها والله، بس أنا شغلي غير، عرفت؟ وبالنصيحة ننصح، بس في بعض الناس ما يسمعون النصيحة، عرفت؟ يجي بس تخليص خالص. حتى والله العظيم، حتى في تغطية شو اسمه، تغطية البلح، يوم يجي يغطون يحطون الشمال هذه الخضراء، يا رجل يجون على طول تخليص خالص، زي اللي يقول بخلص منها وهي خضراء، يخلصها يعني يحط فيها الشمال هذه. طيب كيف تحط يا حبيبي؟ لا رشيت ولا يحزنون، تحط هي خضراء. طيب حطيت الشمال ذي، جاهم ابو غبير، جاه الغو ذا، وانت ما انت داري، ثم قضى على البنتوج حقه كله، هذا يعتبر خطأ. انا اشوف مزارع عندنا هناك في وادي الحمض، اشوفهم اجيهم قال يا ابن حلال، عمال مع عمال، ما القى عمال. كيف ما تلقى عمال يا حبيبي؟ انت تغطي ذحين وهي خضرة وهي صغار، عجوة اشوفها خضرة، وثم يغطيها. طيب انت غطيتها، بعد فكيتها لقيتها كلها بغبير، وش الفائدة؟ اول شيء تخليها تكمل حمرة، وبعدها طيبك رشها، رشيتها غسلتها مضبوط، هذاك الساعة قول بسم الله غطي. في ناس صراحة مبتلين في النخيل حقيقة.
حسبونها تجارة كذا بس، يلا طقوها الحقها. والله قديمين حنا في الزراعة، في المزرعة، وأنا صغير مع أبوي قبل نعرف وادي الحظ. الله يجيب الخير ويكتب لك الأجر ويكتب لكم الأجر جميع. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ طيبين؟ الأخ يسأل يقول أرش يا حبيبي؟ أول ما ترش رش قلب النخلة، نصيحة، أول ما تبدأ ترش قلب النخلة، وبعدها ترش القنو كامل، تغسله الأقنب، الجريد ما لك، ما أترك الجريد، قلب النخلة تمام، وبعدها القنو ترش كامل بعد ما تحمر أو تصفر البلحة، عاد هذاك الساع تحط. نعم، وهذا مبيد كويس، إذا لقيته في المدينة هذا بالقصيم، إذا لقيته في المدينة هذا ممتاز 100%، عن الغو وعن أبو غبير ممتاز. نعم، والأخ يسأل يقول المرحلة الثالثة، نعم فيه تسميد، أنا فيه مركب أنا أخذه، اللي هو المرحلة الأخيرة اللي هي بعد السربان. بعد السربان أحط المادة دي مرتين الصراحة، أحطها بعد السربان وأحطها بعد ما تكبر الحبة، يصير كبر حبة الزيتونة كذا أحطها، لأنها تمد تعطيك شيء قدام، عرفت؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. هذا أنا اللي استخدمته، هذا هو اللي أنا استخدمته، نعم على دفعتين والله حطيته، هذا بعد شغلي ببداية السنة، اللي ما سوى شيء في بداية السنة بيحط هذا يريح نفسه، هو عاد حر في حلاله. نعم، هذا أخذت في بساتين الياسمين الظاهر، أخذت جاب لي 108، وفي مصري بعده، بعد الياسمين هذا جاب لي 100 ريال. نعم، لأني أنا أخذت منه واجد هذا، والله هذا أفضل شيء في السوق، ده كبير الحبة، بس إنه غالي، 25 كيلو. سلام عليكم. هذا أسبوع يروح، هذا أسبوع 10 أيام يروح، لأن هذا طيبة المادة هذه. طيبة، ولأنه غالية صراحة غالي. في مادة أنا أخذتها من عنده كمان، من عند الياسمين ذا، ب69، يعني كويس كمان. نعم، ومهندس منصور عندها خبرة الأفضل. نعم، عليكم في المهندس منصور، الله يعطيها العافية، يعطيكم العافية جميع. سلام عليكم. لا، العلبة كفيها نص، كفيها 500 لتر، نص العلبة يكفي 500 لتر. نعم، النص ذي كفيها 500 بالراحة.